افتتحت كنيسة سيدة البشارة بحي الأرمن في مدينة حمص بحضور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكين الكاثوليك يوسف العبسي الكلي الطوبة وسفير البابوي بدمشق وفعاليات رسمية ودينية، حيث ترأس البطريرك قداسا إلهيا رفعت فيه الصلوات لأجل السلام في سوريا. اخترت الاسم سيدة البشارة حتى عذراء مريم ببشارتها تبعد عنا هالإرهاب، تبعد عنا هالعنف، تبعد عنا، لأنه بالترتيلي للعذراء منقول اليوم هو بدء خلاصنا. إن شاء الله اليوم فعلا يكون بدء خلاصنا لوطننا، بدء خلاصنا لنعيش، لنقدر من هالمحن اللي عم نعيشها حتى نرجع نعيش بكرامة بمحبة بإيمان. سوريا هي بلد الإيمان، بلد التراث، بلد الإخاء. هالمكان اللي اليوم أخذ طابع رسمي، دشن رسميا لحتى يكون مؤهل لاستقبال كل المحبين العذراء. أهمية بيته أنه بيت العائلة، بيت الكل، بيت المحبة، قادرة تستقبل بالكنيسة وملحقات الكنيسة الأطفال والكبار والصغار والمسنين من كل الطوائف من كل الأديان لحتى نقدر نكون كلاتنا شهود للمحبة بهالمكان اللي هو أساسا نبع المحبة. بناء الكنيسة كان ناتج عن محبة كل أبناء الحي تكاتفهم مع بعض هون. هذا كله بيدل انه نحن السوريين ايد وحده لنبقى مع بعض لنمشي باتجاه الحضاره، وبكل محبه وبكل تعاون وبكل اراده ان شاء الله، ورح نضل بهالارض على طول ان شاء الله. بناء الكنيسه الجديده هي امل لنا ولكل سوريا، ونحن بما انه هذا الشعب بهالفتره نحن كلياتنا بحاجه لامل. هي الكنيسه هي دعم لنا ولكل ابناء هي المنطقه. بنتمنى تكون بدايه جديده ونحن نقدر نقدم شيء منيح لكل اهل هي البلد واهل هي المنطقه. بناء الكنيسة يجسد تمسك السوريين بأرضهم، ولتكون شاهدا بأن سوريا ستبقى مهد الديانات السماوية وأرض الحضارة والسلام. الأخبار السورية، أسامة ديوب، حمص.